اهم حاجه هي قصه فتوح والكلام اللي حصل ووصل. والمهم هو فتوح ما كانش عنده نزل برد، ما كانش عنده نزل برد. بس انا عايز اقول حاجه بس الفتوح، هو ليه انت رضيت؟ يعني الكلام اللي كتبه الاستاذ ممدوح عباس، انت ليه رضيت؟ هو ما قالش مين، فلما انت رضيت ثبتها على نفسك. يعني هو كنت تسيب الكلام مفتوح خلاص، هو ما قالش اسمك وما قالش اسم مين في التويت اللي كتبها، فبالتالي انت رحت لما انت رضيت ثبتها على نفسك. المهم فتوح اتمرن وموجود مع الفريق، وانا بقول لكم بكره هتلاقي فتوح اساسي في ماتش الزمالك مع بلاك بولز بطل موزمبيق، هتلاقيه اساسي وموجود وهيلعب بس المفاجاه ان انت هتتفرج عليه بكره باك ليفت. هتقول لي فين بنتايك؟ اقول لك هيقعد لفتوح، مش هيلعب بنتايك وقدامه فتوح. هقول لك التشكيل المتوقع للزمالك بكره بسرعه، وهو الاقرب بنسبه كبيره جدا جدا جدا. عواد، عمر جابر يمين، مسلوسي وحسام عبد المجيد وفتوح، وبعدين دونجا وعبد الله السعيد وزيزو وايشو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. ده انا بقول لحضرتك ده بكره تشكيل نادي الزمالك، وبكره هتشوف زيزو موجود في مركز 10، بكره هتلاقي زيزو في مركز 10.